مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية بأخبار الفرق التونسية التي استأنفت البارح تقريبا في أغلبها التمارين والاستعدادات للموسم الرياضي الجديد في النادي الإفريقي بإشراف المدرب الفرنسي الجديد. بالنسبة للاعبين تشكيلة الفريق واللاعبين اللي كانوا شاركوا في الحصة التدريبية الأولى البارح للنادي الإفريقي كانت سجلت غياب اللاعبين اللي انتهت عقودهم عن النادي الإفريقي يوم 30 جوان الفارط، أيضا غياب الثنائي الأجنبي إيدو وبيكورو اللي باش يلتحقوا بالمجموعة في قادم الأيام، أيضا مواصلة الحارس معز حسن للتدريبات مع النادي الإفريقي لأنه عقده مازال متواصل وساري لمدة موسم آخر مع النادي الإفريقي بالنسبة للحارس معز حسن. في آخر أخبار أيضا، الترجي الرياضي التونسي استأنف البارح تحضيرات ومشاركة 15 لاعب في الحصة التدريبية الأولى للترجي بمشاركة المنتدبين الجدد بشير بن سعيد حارس المرمى، يوسف العبدلي وأيمن بن محمد، غياب الأجانب عن تحضيرات الترجي في الحصة التدريبية الأولى ووصولهم سيكون تباعا في الأيام القادمة. أيضا الملاحظة الأبرز بالنسبة للحصة التدريبية الأولى للترجي البارح تعزيز الإطار الفني بمحلل أداء برتغالي جواو أروخو. الاتحاد المونستيري اللي قدم البارح مدربه الجديد التونسي محمد الساحلي اللي أشرف البارح على الحصة التدريبية الأولى للفريق بمساعدة حافظ نواس اللي باش يكون معها المساعد في تدريب الفريق في الفترة القادمة. الحصة التدريبية شهدت مشاركة المنتدبين الجدد ريان عزوز، أيمن الحرزي ومالكوم حميدي بالنسبة للاتحاد المونستيري. في الأولمبي البيجي أيضا استئناف التمارين البارح بقيادة مدرب فريق الأكابر با محمد البرامي ومساعده كريم البالغ في انتظار وصول المدرب الجديد للأولمبي البيجي نصيف البيوي في الأيام القادمة، ومن المنتظر وأنه يشرف على أول حصة تدريبية للفريق يوم الأربعاء. الملعب التونسي هو الآخر استأنف البارح التحضيرات أيضا في مجموعة منقوصة يعني من بعض اللاعبين اللي باش يلتحقوا أيضا تباعا انطلاقا من اليوم بتدريبات الملعب التونسي بإشراف المدرب ماهر الكنزاري. النجم الساحلي هو الآخر البارح استأنف تحضيراته للموسم الرياضي الجديد بقيادة مدربه الجديد حمادي دو. بالنسبة للنجم الساحلي الحديث عن مغادرة لؤي بن حسين نحو البطولة الصربية في الفترة القادمة. في الترجي الجرجيسي أيضا البارح كانت الحصة التدريبية الأولى للفريق واستعداداته للموسم الجديد مع منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى بقيادة المدرب أنيس بوجلبن. في أخبار القوافل الرياضي بقفصة، تعاقد رسميا مع المدرب سفيان الحيدوسي لتدريب الفريق الموسم القادم خلفا للمدرب اسكندر القصري، واستئناف التحضيرات والتدريبات بالنسبة للقوافل الرياضي بقفصة برمجال يوم 27 جويلية. في النادي الرياضي صفاقسي اتفاق رسمي مع الأهلي المصري على انتقال اللاعب التونسي والمهاجم محمد الضاوي كريستو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء للنادي صفاقسي، بعد ما كان الرجاء البيضاوي المغربي هو الأقرب وهو الفريق الأول الذي تواصل مع الأهلي المصري لانتداب هذا اللاعب. لكن يبدو أيضا وأن رغبة محمد الضاوي كريستو في اللعب في النادي الرياضي صفاقسي الموسم القادم هي التي رجحت كفة النادي الرياضي صفاقسي للظفر بخدمات هذا اللاعب الموسم القادم. من أخبار الأندية على مستوى التحضيرات للموسم الجديد في تونس إلى أخبار المدربين، أهلي طرابلس الليبي بعد زوز هزائم على مستوى مرحلة التتويج مرحلة السداسي التي تدور فعاليتها بإيطاليا بالنسبة للبطولة الليبية لكرة القدم، إقالة المدرب التونسي طارق جرايا والاتصال الحقيقة كان بزوز مدربين لسعد جردة الشابي وكذلك شكري الخطوي، لكن يبدو أن شكري الخطوي هو المدرب الجديد فيما تبقى من مرحلة السداسي بالنسبة لفريق أهلي طرابلس الليبي، وإمكانية مواصلة المشوار طبعا في الموسم القادم لشكري الخطوي اللي حقق نتائج جد إيجابية مع نادي أبو سليمة الليبي.
كما تعرفوا الكل وأنه الحدث الأبرز سيكون الأيام القادمة هو الألعاب الأولمبية في نسختها 33 التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس من 26 جويلية إلى 11 أوت. في آخر أخبار رياضينا 27 رياضي تونسي باش يكونوا مشاركين في هذه الألعاب الأولمبية وحاملي الراية الوطنية التونسية. على مستوى آخر تحضيرات رياضينا في رياضة رفع الأثقال كارم بن هنية اللي أكيد نعولوا عليه برشا إن شاء الله على ميدالية أولمبية في هذه المشاركة. يواصل تحضيراته بتركيا قبل الدخول إلى القرية الأولمبية يوم 3 أوت القادم. بالنسبة لكرم بن هنية، بالنسبة لفارس الفرجاني في المبارزة بالسيف اختصاص سلاح الصبر، هو الآخر تحول تقريبا منذ يومين إلى مدينة أورليون الفرنسية للدخول في التربص الإعدادي الأخير للألعاب الأولمبية على مستوى منافسات المبارزة بالسيف. و سليمان النصر في رياضة المصارعة وزن 67 كيلوغرام هو الآخر دخل في تربص تحضيري أخير بمدينة بلغاريا يتواصل إلى غاية 30 جويلية، ثم التحول سيكون يوم 1 أوت إلى القرية الأولمبية لسليمان سليمان النصر. إن شاء الله كل توفيق لرياضينا، وأكيد إن شاء الله في موعدنا الرياضية القادمة أيضا باش تلقاو كل الأخبار الخاصة ببقية الرياضيين التوانسة المشاركين في هذه الألعاب الأولمبية. نذكر وأن الشعلة الأولمبية انطلقت في رحلة داخل العاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد الفارت. تيريون ري كان أول حامل للشعلة الأولمبية في رحلتها بين شوارع مدينة باريس باش تقطع تقريبا حوالي 60 كيلومتر، وسيحملها 540 شخص قبل حفل الافتتاح يوم 26 جويلية الجاري. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور إشهار.